الرئيسي حق هذول الاثنين. نامو ضد او شت ما نسينا نغير الاسامي. نامو ضد ام بي جي. بيست اوف 3 وينرز براكت توب 16. مو بالنسمو نامو. اوكي شي اوكي الحين. عدنا اول جيم على اف دي. اف دي ايوه. لا فالكو ما عنده ولا بلاتفورم فمستغرب انه خلاه يصير على الستيج. هارد ريد ما يعرف يسوي سبيسنج. شوف هالسيت اب. ها؟ هذا تي ان تي علاج. اذا تسوي نورمال جيت اب ترى مسوي شيل. الناس بس يخافون ما يعرفون هالشيء. فانت شلون تسوي؟ انت علمنا كيف نلعب هالماتش اب. تشوفني العب اللعبه. اقول لك يوم تسوي نيوترال جيت اب ترى مسوي شيل. اوكي غير عن هالشيء في اشياء جاده لازم نعبها. انا بس كنت اتكلم عن هذا السيت اب ما اقول عن الماتش اب نفسه. اوكي خلاص يلا هذا السيت اب واحد تعلمناه. انا مستغرب ان صار هذا السيت ام بي جي. اوه لان فالكو وايد يعتمد على بلاتفورمز. اوكي صح كلام. واللاينج اوبشنز ماله مو يعني من نمبر 1 هي مو باحسن شيء. اوكي سوى اب سماش هناك ما عنده نقد اوف ستيج سايد بيرجع الليج داون سماش خذ ثلاث توك طاقته كانت قبل اقل عن 100 من ضرب. اي وبعد المايننج مال اس 5 فوكس سماش المايننج مال اف دي وايد يساعد ستيج. ها؟ لكل ستيج الماتيريال غير ترى. اوكي. يعني عندك اف دي وباتل فيلد حصل نفس الماتيريال. اوه نايس كومبو. اما اذا تصير على شو اسمه سماش فيل ولا تاون سيتي وايد بتحصل ها وود. انا ما اعرف شيء. انا اشرح لك. نايس ريد صراحه بس الاير دوج طول وايد. اوكي نايس دي اي. اوه كروس تاب. هالمره سوى رياك على الدي اي. اول مره سوى له طاف ما اعتمد على الدي اي مود. زين نا ام بي جي. اوه نايس فورس ماتش. اوكي. Somehow, yeah. Dirt, match up. Khalifa, I'm good, don't worry. Oh, God! No DI. Sard, dame, nigga, sawa hal. Down air, الغش. Down air, صراحة, غش مال ستيف. تذبح بسرعة قوية وكل شيء. دوم إن شاء الله إن شاء الله. بس أنا شو يا سيستويد؟ بيك أسس ضد سناك. سناك يا الفاشل لا تخسر ضد. لا تخسر. ما اعرف كود. اوكي ما اعرف اذا هذا اي جيم سناك من دق. هي اثنيته ما اخر ستوك بس يقول سناك من دق يعني سناك اي لمسه بيموت منها. بس نتكلم عن الستريم الثاني ترى في ستريم ثاني يلعبون سناك ضد بيجاسوس. ما اعرف اي جيم بس اظني الجيم الثاني لان هذا جيم ثاني او ثالث لان هذا يلعب على يوشي ستوري. نامو ماخذ الزبل. اختار الزبل؟ ايوه. شاف انه ما يبغي يلعب ماتش اب ستيف. ابي خذت الستوك. شو؟ حطيت سماش جي جي. حطيت تيم بدون حد ما اعرف. فهم؟ عادي. اوكي. حصلت دبلز بارتنر شباب. انا ما اعرف ستوك. نايس اس دي. الحين 1-1 سناك و. نايس اس دي صراحة نايس اس دي. ايوه نايس اس دي ماتش اب. على 12% ما يعني بدل ما يمسك الليج شي يعني شافه شويه من قريب يعني شي سواله باي باي من قريب. ايه. اوف. انفرو بس ما في كونفرم الحين. اول شيء يعني اول ما بيجي لمس الارض سوى اب تيلت. بس تيلت. تعرف اني سويت داون اير ضد برادو. ماما. باينت شفتك. وطاقتك 140. 140 ما تحسبت ولا اللو برسنت. 140 كان اللي كان على اليسار صح؟ ايه شفت شفت. 100 شيء ماما. ايه المهم نرجع على هاي المباراة. هل الارضية نازلة حق اوه سمول باتل فيلد؟ ارضية حق شو؟ يعني البلاستون اللي تحت. اوكي وايد نازل.
حق سمول باتل فيلد. سمول باتل فيلد اظني نفس باتل فيلد. اوكي نايس باك هير. ام بي جي متقدم، هل بنشوف جيم ثالث ولا نامو بيسوي شغل عدل؟ كان وايد ان سيف بس ما في بانش. وام بي جي اللي تعرف شو اكثر شيء بيخسر ام بي جي؟ يتريع وايد، يتريع وايد يمشي. خلاص خلنا نتعرف تمشي ويب داش. ويب داش على البلاتفورم هذا وهذا يتريع الاير دوج. يعني تعرف الجيم بلاي ماله يعتمد على شيء واحد بس. الحين دبل داون، دبل داون اخذ الستوك وام بي جي ياخذ الجيم 1-1. نامو الازابيل ما نفعت، بنشوف ستيف مره ثانيه يمكن. يمكن انا احتمال كبير ما عنده غير ستيف. بايلت، بايلت ما ظني بياخذ ضد هذه. الحمد لله خسرت يعني. لو فزت كنت بلعب ضد سكر، ما بلعب ضد سونيك. هاتي امس اقول باخذ جاندور في اليوم بس انا كيف بلعب ضد سونيك؟ هذا الوحيد اللي افكر فيه. باقي شخصيات العب نفس الشيء. سونيك كل هيد بوكساته يفوز على جاندور. اخر شيء خسر ضد مي برولر. كانت قويه صراحه. نشوف لعبي كان معاه صراحه تعادل بين هذين الاثنين. الحين توستوس سناك ضد بيجاسوس. سناك وانا بلعب ضد سعيد صح؟ سيف سيف العب ضد سعيد. انا سعيد ستار بوي ان ذا تورني. لا ستار بوي مش موجود في البطولة اليوم. اوكي الاكس ما اعرف وين راح. انا سويت معلق وحيد اليوم. اوكي رجع لستيف. يا اوكي راح اوكتاون سيتي. ايش طلعت؟ طلعت تفضل سلاير. لا شو ما اعرف كيف العمر الشخصية هاي. اي شخصية؟ طايرة؟ ما كيف العمر. زين من الستريم يا سيمود. زين رجع الحياة. يقول حق سناك خلي دور حد ثاني انا بروح. كله انت زين بس يلعب. صوت شغله يدخل الماتش اب. الماتش اب وينينج فور فالكو صدقني. وينينج فور فالكو؟ ايه اوكي نايس. رول على ابتل على باكير جراب. اوه كيف تتفادى هالشيء؟ خلاص موت. تقدر تك تنضرب. رجعها ام بي جي. ابير اوكي. فريم تراب. كاونتر. 86 دمج ان انسر. اوكي نايس اس دي اي على فوق وداخل. ايه بس تشوفه مسوي اس دي اي فوق سوابتك. صح باك اخذ ستوك. اوكي ام بي جي يحتاج ستوك واحد عشان يوصل. ما اعطيه توب. المهم يوصل توب 16 ولا توب 8. اعطاني توب 16. لا كتب تي اي. المهم اوه عنده دايم خلاص بنفوز. دايما يجيبون مفوز. ها زين ان بي جي مو بيالس. اوكي كنت بقول انه مو بيالس يسوي اكتنشن يعني مو بيالس يخاطف حياته. اوكي نايس ريكفري. ابتل ابير 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 ابير. اوكي سناك خسر ضد بيجاسوس. كان بيسوي ترامب كناد بس ما قدر. لازم اني احافظ على الستوك كنت ابغى اقول بس كسر الستوك. اوكي كل واحد منهم عنده ستوكه واحده والجيم الثالث منو؟ تعلق. لا بس كم نكسب ولا كم نسب؟ اظني علق. المهم الجهاز اخترب اتوقع. اوكي كان يقدر يسوي بانش. اوكي
دانس ماش لا ما 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 اوكي سكند ليج ترى ما سوى شيء ام بي جي باكر سوى ابي بدل باكر كان في تريد غريب هناك ام بي جي سوى هاي سايد بي نير اوكي نامو اوف ستيج نامو اون ستيج نايس باري بس ما في بانش داش اتاك اتوقع كانت هاب سماش بدل داش اتاك ما في ايدج جارد داون تيلت فوردي حتاخذ الستوك خذت الستوك الفوردي ام بي جي وصل توب 6 توب 9 نامو ثرونج عشان ما يصير بان حق نامو ثرونج عشان ما يصير بان حق